ما عملنا احنا مشنا بحال هاد الرعده اللي جات البارح. هاد الناس اللي كتشوفوا لتحت هاد الطوموبيلات كانوا مباركين هنا شويه، هما حسوا بالرعده يسحبوا هاد الدنيا هنا وكانوا تيتغداو هنا لتحت ومريحين. ديما تيجيو تيباركوا هنا وداكشي. الوقت فاش جات الرعده وداكشي جا الماء جا الحجر جا داكشي، هما هز لهم الطوموبيلات كما تشوفوا دابا لتحت هنا، راه هادشي اللي كاين. جات الرعده وداكشي ديال الله سبحان الله واللهم لك الحمد، ثلاثه الطوموبيلات وكان شي طوموبيلات عاوتاني الفوق مولا ابراهيم تا هما راه هبطوا قدام الماء. راه مشى النا ديالنا ومشات الطوموبيل، مشات فيها السلعه فيها الفلوس فيها كلشي، كي تقدينا من مراكش مشى كلشي، كلشي مشى كلشي. لا اله الا الله محمد رسول الله، الشكوى الله تبارك وتعالى، كلشي ديال الله. وحنا هما كان شي مسؤول جاو الجندار قيدوا لنا المحاضر صافي قال لك سير حتى الغدا. وحنا لا اله الا الله محمد رسول الله، الناس راه كاين، الناس راه نعسين في دار الطليب. كان واحد السيد مسكين راه طاحت عليه الدار، واحد السيد مشات ليه الكسيبه، وواحد السيد لا اله الا الله محمد رسول الله، وكاين واحد السيد اخر حتى هو راه تقول ادوي بالسلوم. ما عرفناش واش بتولي بحال هكاك. كان غضب ديال الله جا كثر بزاف، الرعده جايه من الهجيه، جايه من مراكش، جايه من الجبل، جايه من تلاقى داك الشيء. الله يحضر السلامه، راه جاب الله غير كون داز هذا الشيء من السويقه، راه كل شيء مشى، كل شيء باين موت، كل شيء باين. كان هدايا انت كتشوفها وحده وحده كي شتيها كي دايره، كل شيء بحال هكا. انا راه باقي الطوموبيل ديالي باقي تابعها الكريدي، تابع الكريدي ولا لا الا محمد رسول الله. كنشوفوا المسؤولين ولا يديروا معنا شي حل ولا الا كاين ولا حنا بينا نديروا ايدينا لله تبارك وتعالى، هو اللي بيعوضنا كل شيء. مني جات هي في الحديد الحمد لله. الجماعه تتكري الشهبات والبلاصه اللي فيها الخطر تيكريهم، اللي جاي بلاصي بغاو غير الفلوس. واش فهمتي؟ راه هما اللي باين عباد الله، ما تكري هنا، هنا ممنوع الوقوف. هنا ما شهبات تتحمل ويديروا جميع المسائل. واحد السيد هنا راه باني في وسط الدوار بلا رخصة بلا بلان بلا رسم بلا والو، جات كالي رئيس رؤساء الجماعة هما اللي تيساهموا في هذا الشيء اللي تيديو تدي الفيضان بحال هاد الناس تدخلوا الماء وداك الشيء. تيجيبني حدا الشعبة ولا حدا الواد، علاش؟ حيت هذاك بلا رخصة بلا بلان بلا والو. رئيس الجماعة خص يخرج ديما كل 3 شهور ويدير واحد اللجنة على الطرقان، فهمتي؟ خاصة اللي عندو شي حاجة يبني خص يشوف واش خلا الطريق وخلا، واش فهمتي؟ دابا الانسان تيدير البلان ويديو ليه 5 متر في الطريق، واحد ما بدا الله بلا لا والو ويزيد باقي من الطريق.